أصبح تطبيق واتساب جزءاً هاماً في حياتنا الإلكترونية، ووسيلة التواصل لا يمكن الاستغناء عنها بغض النظر عن مساوئ وفوائد استعمالاته الفردية والشخصية، إلى أنه بات روتيناً تتعايش معه جميع الفئات العمرية دون أي استثناء. فإليكم أهم مزايا واتساب، والتي تعد خدع بسيطة في واتساب. ولكن قبل البدء، يرجى دعمنا بعمل لايك وشير للفيديو. ميزة التخلص من أصوات دردشة المجموعات المزعجة على نحو خاص، بدلا من كتم الجهاز، وذلك من خلال الدخول على المجموعة التي تريد كتم أصواتها والضغط على تاب، ثم النقر فوق خيار المزيد، ثم اختيار كتم. إذا كنت ترغب في كتم أصوات دردشة جميع المجموعات، فيمكنك ذلك من خلال الذهاب إلى إعدادات الواتساب سيتنج، ثم الضغط على خيار الإشعارات، ثم التحكم في خيارات الأصوات الموجودة كما تريد. ميزة كتابة الرسالة بالخط العريض، وهي الرسالة تختلف عن نوع الخط المستخدم في الرسائل المتعارف عليها، وذلك من خلال إضافة علامة النجمة إلى جانب الكلمة التي تريد إظهارها للمستقبل بالخط العريض من كلتا الجهتين. ميزة التخزين الإضافية، فهو يوفر لك واجهة جديدة خاصة بالتخزين تسهل على المستخدم حذف الرسائل غير الضرورية من أجل توفير المساحة على الهاتف. وبإمكانك الوصول إلى هذه الواجهة الجديدة من خلال Settings Data and Storage Usage Storage Usage Clear Chats. ميزة ربط تطبيق واتساب مع الكمبيوتر، يكفي التوجه إلى الرابط web.whatsapp.com، ثم يجري ربطاً بين تطبيق واتساب على المتصفح والنسخة المثبتة على الجوال. عند فتح المتصفح يظهر رمز باركود على شكل مربع، ولإجراء عملية الربط يجب على المستخدم أن يتوجه إلى إعدادات واتساب في جواله، ثم اختيار واتساب ويب سلاش ديسكتوب. بعد ذلك يجب على المستخدم الضغط على سكان كيو آر كود عن طريق توجيه كاميرا الهاتف إلى رمز الباركود الظاهر على متصفح الإنترنت، فيتم الربط بين الجوال ومتصفح الإنترنت. ميزة الرد الخاص داخل المجموعات، وتتميز ميزة الرد الخاص بإرسال رسالة إلى شخص داخل مجموعة ما دون أن يشاهد باقي أعضاء المجموعة مضمون الرسالة. ولإرسال الرسالة يكفي النقر على اسم الشخص المراد مراسلته داخل المجموعة واختيار بند Reply Privately وإرسال الرسالة. إضافة ملصقات على الصور الثابتة والمتحركة ومقاطع الفيديو، وهو الأمر الذي لم يكن متاحاً سابقاً كما في تطبيق الماسنجر فيسبوك. ميزة 3D Touch، ومن أهم خصائصها مشاهدة الحالة الخاصة بالأصدقاء دون أن يشاهدك صاحب الحالة. وذكر واتساب أن المزايا الثلاث الأخيرة متوفرة الآن لنظام التشغيل iOS وقريباً لنظام التشغيل أندرويد. أما الواتساب الذهبي هو نسخة معدلة مطورة من واتساب النسخة الرسمية، ولم يتم تعديله إلا لعدة مفتقدات من الواتساب العادي، ولم يتجاوز عدة أسابيع حتى لاقى إقبال العديد من الأشخاص عبر جميع دول العالم. ويقدم ميزات كثيرة، منها عدم ظهور علامة أنك تكتب الآن Typing، إخفاء أن الرسائل قد تم استلامها أي علامة الصح، إخفاء ميزة أنك قد قمت بقراءة الرسائل، عدم ظهور ميزة أنك قمت بالاستماع لمقطع صوتي، إخفاء أنك تقوم بتسجيل مقطع صوتي، إمكانية تحميل حالات أصدقائك وتخزينها على هاتفك، إمكانية تغيير خط الرسائل والبرنامج كامل، إخفاء أنك متصل الآن. أعزائي، نحن نجتهد في هذه القناة بتقديم محتوى راق ومميز، فساعدونا في نشرها بعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم.